مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، سفينة برنامج قرقي بناب في الحلقة الثانية مستضيفين فيها كوميدي خريج برنامج ستاند اب هو عبد الله البركاوي. سي عبد الله مرحبا بك. شكرا سي فريد وتحية للناس ديال انفاس تي في والسلام عليكم كاملين وجمهوري متابع هذه السفينة. راه هي غدا اليوم صيدوا لكم الركان في هذه الولادة بكل تواضع. الله يحفظكم بكل تواضع. قول لي يا سي البركاوي، واش عاقل على أول نهار دخلتي فيه المدرسة؟ اي عاقل على اول نهار دخلت فيه الجامع. اولا ما قريتيش في المدرسه، قريتي في الجامع؟ قريت في الجامع، انا قريت في المدرسه. كنتي مؤمن؟ كنت مؤمن بكل تواضع. بكل تواضع كنت كناكل العصا. كان المعلم كي يضربك؟ الا في الجامع كنت نعاس، كان ديك العصا الطويله هي اللي ولات تعطيني الرطبق، ولكن الحمد لله صيفطتني للمدرسه كنعرف نكتب ونقرا. كنتي كتمشي تقرا ولا كتمشي تنعس؟ لا كنعس، وليني ما عرفت كيفاش القرايه دخلت. بالعصا دخلت العصا بالعصا بكل تواضع. قهرتي ذاك الفقيه اللي كان كيقرا؟ قهرتو والله الا قهرتو. انت وقهرني بالهرماكه كل مره يدير ليها كنفيق مع صداقه الله العظيم. قول لي مازال غنقرقبوا معاك مازال ناب، واش عاقل على اول نهار ولا اخر نهار بكل تواضع اخر نهار شراو لك الدار الحوايج ديال العيد؟ شحال كان عندك في اللاج ديالك في العمر؟ غتكون 2003 جوبونس، البدايه ديال 2003 ليله العيد، وشراو لي الدار الحوايج، شراو لي اونسومبل 3 بياس. اونسومبل ديال الدراري ولا الدريات؟ لا هي كان ديال الدراري. ورجع ديال الدريات. لا انا نبان لك كاع عندي واخا كاع عندي شي صغيبات هنا، راه نبان دري باينه فيا. اونسومبل، يعني شحال كان عندك من عام ديك الساعه؟ 2003 راه شويه في شويه. 2003 عندنا نزيد ديال 92، 2003 تكون عندي شي 9 سنين بحال هكاك، 10 سنين. 9 سنين صافي ما بقاوش كيكسيوك. 9 سنين وليت كنقدو على راسنا. الصحراوي كنزربوه في الخدمه في الديباناج، كنديبانيو دغيا. شكون هو عبد الله البركاوي؟ عبد الله البركاوي ولد مدينه زاكوره، بالضبط دوار تيمتيق. ناحية فلاحية والناس طبيعيين. تحية للناس زاكورة. تحية للناس ديال زاكورة، الناس ديال تيمتيك، ها تحية غير وحدة. كي جات الفكرة أنك مشيتي تشارك في برنامج ستاند اب في 2019؟ شاركت في برنامج كوميديا هو الأول، ما جابش فيه الله، وبقيت كنشارك. مقاتل كي نعم شاركت 3 فوا في ستاند اب عاد دزت. دزتي وبقيتي في النهاية. وبقيت حتى الفينال. في 2019. كتب الله في الفينال. بقيتي وكسبتي واحد الشعبيه واحد الجمهور ومعرفه وجمهور وناس زوينين وفنانه زوينين. شنو استفدتي من هذا البرنامج؟ استفدت فيه بزاف الحوايج، هو كومين كارت فيزيت ديالك في لارت، شنو كدير في ستاند اب، شنو تقدر دير في كلاسين، بنتي المغاربه كاملين شافوك مخرجين منتجين، شافوك مديرين ديال المهرجانات، شافك باك وامك فرحوا، شاف من المغرب كامل، ولاني الحمد لله كان الضو زايد بنت ليهم. يعني استفدتي من برنامج ستاند اب معنويا ولكن ماديا؟ لا استفدنا ماديا ومعنويا، مادام انهم خديتي ديك البطاقه باش خرجتي خدمتي شويه، خدمتي في مهرجانات، خدمتي في سلسلات، خدمتي في مسرح، يعني راه عطاو شي حاجه اللي هي كثيره بزاف، وكنقول لهم شكرا بزاف. قول لي يا سي عبد الله، دابا درناك انت، انا كنعرفك باقي ما مجوش، درناك ركبناك في العماريه والنقيفات قالوا الصلاه والسلام وهادي، شنو اللي غتعجبك؟ واش الماكله ديال الام ديالك ولا ديال المدام؟ يعجبوني النقيفات اللي في العرس. بكل تواضع. لا قول لينا شكون اللي غتعجبك دابا، واش الجميله ديال المدام ولا الجميله ديال الوالده ديالك؟ انت كتقلب لي على جوا منجل. لا والله ما كنقلب على جوا منجل، انا عطيتك يعني ولا كتقلب لك واسع النظر. جوا من عندي هو ضروري كتبقى الماكله باش كبرتي هي الاولى، كتبقى راسخة في الدين ديالك، اما غير الا كانت المدام خطيره ودارت لك تواشه والنواشه فهمتيني وقدت لك داك الشيء، خصوصا انا كندير داك الشيء ديال الكوزينه خصها تبهرني، خصها نرى الوالده وكتوحل معايا في الماكله. كتشرط. كتوحلوا معايا في الماكله بزاف. قول لي تخيل معايا غاديين في باطو، انت والام ديالك والنسيبه ديالك والمراه ديالك، داك الباطو قدر الله تقلب، شكون اللي تقدر تعتق بكل تواضع؟ امك نسيبتك ولا مرتك؟ هو تقلب الباطو. تقلب. وشكون يعتقنا كاملين؟ انت تمك مسالي ما كتعرفش تعوم. والله ما كنعرف نعوم. غادي نهز كفوفي الله نقول
الله يجيب لي عتقنا الله يجيب لي عتقنا يا سيدي ربي كما خرج سيدنا يونس خرجنا قول لي يا سي عبد الله بكل تواضع كل تواضع كنتي كتفرج في شي مسلسل ولا شي شريط سينمائي وبانت شي لقطه ما هياش وبارك مع باك وامك والعائله واش هطفي عينيك هطفي التليكوموند ولا غيبان لك الشرجم محلول غتلاح من تماك اشنو غدير شنو الرد الفعل ديالك اللي غدير قول لي مشميت ريحه الحراق في الكوزينه بلاتي مشيت في البوطه جيت عندك باش تعرفني مأطر ريحه الحراق هو التنشيط راه خارج من التلفازه غدير الحيله خير من النهار اللهم الحيله خير من النهار تبارك الله على السي عبد الله قول لي يا السي عبد الله البركاوي مثلا وليتي مثلا التقليد يبقى لك يا ربي وبكل تواضع يا ربي وليتي وزير الثقافه شنو هما ثلاثه القرارات اللي غتاخذ في حق الفنان القرار الاول هو ما نوليش وزير الثقافه علاش حيت ما كنفهمش في السياسه ما كنفهمش حنا قلنا غير مثلا وراه ما غنعرفش ما غتعرفش حتى مسؤوليه صعيبه ما نعرفش نسيرها القرار الاول هو خصني نشوف طبيب نفساني بعدا نحطو حدايا القرار الثاني نشوف سبيطار الحماق نبني حدايا القرار الثالث نشوف فرماسيا نبدا نسيب كلية الدوايا بكل تواضع الا وليت حيت غادي مع القرار الاول معايا جوني الهضره الاولى الثالثه غنتفليب انا عا بوحدي وما قالتش على راسي عاد انا زديت مسؤوليه بوف بوف والله حتى الحماق ما نقدش قالوا لي كنتي كتسهر بزاف وامك كانت كتبقى تسناك حنا كنا دايرين فرقه ديال الغناء كاينين دراري منهم مهدي صديق منهم يعني قبل ما كنتي دير الكوميديا كنتي كتغني كنغني وكنا كان 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 واحد العائله لا فامي شجيع كلهم كيديروا كلهم دي ميزيسيان دربوكه الايقاعات وشيات وحنا ما كانش عندنا ديك الساعه باش نديروا الالات كنصاوبوا كمان ديال القصدير الدرابك وداك الشيء بالبادز انا كنت مولع بالتبودي زعما طرا على قصدق 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 ايوا ايوا او كنا كنشدوا ديك الصاره ديال ريبيتيسيون ولادي تال جوج الليل ثلاثه الليل اه وقالوا لي ملي كت امك كتعرض لك في الباب مع عندنا مع عندنا الصحراء تما كتبقى تقلب باش ديباني يتعاون شي واحد شي لعيبه ولا شي حاجه دبر 100 ولا 150 ولا 70 درهم ولا 80 اللي دبرتي كتمشي كت والدة عندي ماشي كتمد الوالده كتعطيها الرشوه هي باغا تصوتك باغا تصوتك باش ما تبقاش تسهر قالوا لي كتعطيها الفلوس ومازال كتاكل العصا وراه خصك تعطيها باش يلاه معاك كتحل الباب ما كت من هنا تبع الدربوكه ونجبد لك واحد الزبله الثانيه ما هي قالوا لي شدوك البوليس في واحد الساعه متاخره وداوك وي كنت طالع هادشي قبل من سميتو يلاه باقي كندير غير اليوتيوب ديك الساعه وهادي باقي ما دزناش في التلفزيون وطالعين في حالاتنا صافي بقات كنت نتلاقي مع الدري في الكافي وهادي وقتنا حتى لواحد الوقت متاخر وانا كيحسب لي ما عرفونيش يقول اش كدير هنا قلت له شوف ما كندير شي حاجه الليل هذا وباقي انت قلت له الله شاف الا طالع في حالاتي قال لي انت هو اذا كان ديك الساعه علاقه نقول اسمي انت هو البركه عبد الله قال لي قلت له قال لي انا قول شي نكته قال قول شي نكته يلاه عاودتي لي من نكته ما عقلتش على النكته فين كندير العاود راه هرب لي كل شيء هرب لي كل شيء راه هذيك نكته كاينه واحد الزبله اخرى عاوتاني فريد الله يستر عليك قالوا لي قال البحيرات ديال عباد الله كليتيهم ماشي كاع كنا عارفين على بحيره وحده كنا كنهبطوا في البلاد كنعوموا في الواد والعمان انت عارف خصوصا في الواد المحلو كيتقيل وكتدرع وكت فهمتيني كنهبطو كنعومو كيجوك كيجو حنا ماشي كنعومو ما كنعرفوش نعومو غير كنتلاحو ونوضو نوضو بغيسنا في ترابنا باش نضنا هو هذاك ملي كنوضو كنتشللو في شي عوينه ولا شي حاجه البلاد هي هذه الصراحه وكنطلعو فينا الجوع واحد البحيره فيها الفول فيها الحار فيها كرفسنا يا رماني اللي جا فيها قال لي شدك واحد النار واحد خاينه واحد مول البحيره حنا ما عرفناش دك ما عرفناش هو كي كنقولوا حنا بالدارجه تاعتنا فاكانسي مولا فاكانسي فاكانسي كاين يعيش في الصحراء وكيعيش في الاوروب وشدنا وشد واحد فينا هو يسلخو كلينا البحيره بالعربيه وكلينا العصا بالفرنسي عاش الدو بقى لي معنا عطاكم ديسير كل التوابل بقى لينا معنا جي في مي شوز انت جيت مونجي مي شوز معنا باخر سيدي القصه كنا كنعاودها اعوام واعوام وكاينه زبله وحده اخرى عاوتاني ترى كامل زبيل انت تتكايس عليك كامل زبيل اخويا قال لي شي نهار خلعتي واحد عندكم في البلاد كنتي غتقتلو كنتي غتصفي عليه ترى هو قال لك ما كيتخلعش هذا هو قال لك ما كيتخلعش فكرتيني كنا كنجلسو كنغنيو كما قلت لك وكنشطو ملي كنساليو اش اللي كيزيد يطول لينا كنبداو نعاودو الحجيات والنكات واحد اليوم بدينا نهضرو غير على الجنون
والله مرة رحيم كرمس منه العسل بسم الله رحيم كرمس منه العسل واخد كور العسل والله تلقى معك تيحطيك لا لا يا ربي سلامة يا ربي تبارك شاف الصغر شاف الصغر احنا دابا راه خاليين دابا خالي من الكوليسترول كنا كنعاودوا النكات الحجايه ديال داك الشيء صراحه حتى كنا ملي كيدي يتحرك من بلاصتو كنعاودوهم كنبقاو لاصقين كلشي كيقفقف بالقلعه هو قال لك انا ما كنتخلعش حنا كنموتوا بالخلعه هو قال لك ما كيتخلعش وعندنا واحد القصبه كنقول لها القصبه الوسطانيه جيت حيت كاين العذاب تمتيك العذاب تمتيك الوسطانيه قصبت تبر خلايط وزيد وزيد داك سيدي بوزيد تال سيدي بوزيد وكاين بيناتها واحد الشجر كبير كنقولوا ليه النتلاي النتل النتل داك النتل هو في كيكون مشعكك دابا دابا راه تكون كرمال ما ماشطش واه ما يكون لي تواضع ما ماشطش ناشط ما ماشط كندوزو تحت منه كندوزو بحال هكا كنخافو وحنا شنو درنا قالوا لي الدري طلع لي للشجره تماك والدله تيبغى يدوز ما بغى يدوز هو انا نقول ليه دبشي لي ديك الضحكه ديالك العجيبه هي راه عاوده عاوده السيد دايز خلص نضافه هذا اللي ما كيتخلعش ما كيتخلعش لا غد ليه جاي وقالس قال لك ما كتخلعش وكنعاودوا الهضره وكذا وحنا نقول ليه ما كتخلعش قال لك اقنا له هاد الصنداله ديال من هو يعلق قول لي يا سي عبد الله البركاوي شي ايامات قالوا لي سي عبد الله بغى يعتزل نعرفوا السبب لا انا ديك الايامات ما كنتش في الوعي ديالي وكنت كنتراجع على ما كنتيش ما كنتش في الوعي ما كنتيش الله يعفو لك يا ربي امين كنت مريض كنت مريض ودازت عليا ومعظم الفنانين اللي زاروني والاصدقاء راه يعاودوا لك طريح الفراش ديال مدة شهرين وما كنتش عارف شنو كنقول وغلطت بزاف حق بزاف الناس وبزاف الفنانة لهذا بغيت نعتذر لاي واحد سأت لي في اي حاجة وبغيت نقول لهم باللي راه كان الضغط وما كانتش الخدمة ويلا دخلت كوفيد وداك الخلعة وداك الشيء كله تجمع عليا داك الشيء كله واحد الهيستيري لدرجة انني مرضت وطحت في الفراش و ما عرفتش داكشي ما غيتوصفش وقالوا لي بان هذا اللقب ديال كحلوش هو اللي سبب لك مشاكل بزاف سبب لي بزاف ديال المشاكل واعتذرت من الناس اللي سات ليهم به للناس اللوينين للناس اللي ما عجبهمش هذا الاسم لا من سمعي البصري لا من اي بلاصه جات حيت انا حيت راه كتقدر تكون مستهدف وما تعرفش راسك شنو كدير حيت راه صراحه ما نكذبش عليك مرت بزاف وكليت العصا بزاف لدرجه انني قلت غنحبس بغيت غير متنفس غير فين نرتاح غتحبس لمن المنتخب ولا ولا نحبس لمن الكسكاس لا صدق داير شي لعبه المهم حيت عانيت بزاف ولهذا كنطلب الاعتذار من اي واحد حتى بالاسماء كاع ما كرهش نجبد الاسماء خصوصا كنرجع لي فيديو كنلقى راسي اسات فيهم بزاف الناس كاع لي فيديو اللي اسات الناس فيهم من خلال برنامج قرقيب الناب هذا الناب هذا اللي كنقرقبوا معكم اخوت ما ربنا كنت قرقبتوا خيرا وسلاما علينا كيعتذر ليكم عبد الله البركاوي وبكل تواضع بكل تواضع قول لي كاين شي جديد قريب ان شاء الله نهار 25 في اكتوبر ان شاء الله غادي تحط لا فيديو في لاشين يوتيوب البركاوي عبد الله اللي هي البركاوي تي في وغتكون لانونس البركاوي عبد الله في انستغرام جاي واحد لا شونسون ان شاء الله غادي تكون دابا انت يعني خلطتي ما بين الكوميديا ولي بارودي لي بارودي الكوميديا المهم تحاول تخلي شي ميساج زوينين للناس وصافي بكل اللي تواضع اخر كلمه الانفاس اخر كلمه لقد تنفسنا جدا وخرقبنا الناب هنا مع الاستاذ الفنان الكوميدي خالد فريد من نوعه ماشي خالد تلفتي وقيل باقي دايخ من ديك الخطره وقيل بكل تواضع انت واخا باقا مأطرع لك باقا فيك الدوخه كتبان لي لا لا باقي والله الا باقي كان راه باقي لحد الان كنعاني من دوك الامراض وداك الشيء هي كانت امراض نفسيه داكشي علاش جينا الانفاس باش نتنفسوا كانك تحاور طبيب نفساني بغيت نقول لكم شكرا للاستضافه شكرا للانفاس وما ربنا ان شاء الله تزيدوا القدام وتزيدوا تنفسوا معكم ان شاء الله ونشوفوا البرنامج يزيد يكبر ان شاء الله ويولي عالمي ان شاء الله كلمه للجمهور كلمه للجمهور كنبغيكم بزاف كنحبكم حيت الجمهور فيه انواع ولكن هما كيبغيوش اللي يسمع بحال هاد الهضره كاين اللي كيأيد كاين اللي كيعاون كاين اللي عا كيدخل كيقرا العنوان ويكتب لك حامض تحيه ليك هذاك اللي قال لك حامض تسنى تندير 600 ويقدر يولي حلو راه دير شويه السكر تولي حلو والله وجهي حتى عصير واعر هذه كنقولها للجمهور اللي متابعنا وتابعوا انفاس وكثروا من البارطاج وتعاونوا مع هذه القناه هذه ما كنطلبش ولينا المهم تحياتي لكم كاملين المغرب كامل من طنجه حتى للقويره وحنا تحت رايه وحده تحت الشعار ديال الله الوطن الملك وتحياتي لكم من القلب الله فيكم
جوتيم. شكرا عبد الله البركاوي، فتحتي لنا قلبك، وان شاء الله المزيد من العطاء. وكنشكر مشاهدين انفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، ومازال سفينه تقرقي بالناب، ومازال فنانه ان شاء الله اخرين، دوزوا بخير. Au revoir autrefois, inshallah, en l'accent d'Africain. Bye bye.